يعني خلينا نروح دلوقتي لفرع النادي الاهلي بالجزيره، وهنا ابو القاسم زميلتنا هتكون هناك عشان تطلعنا زي ما احنا عارفين كل يوم او متعودين كل يوم على اخبار النادي الاهلي. هنا صباح الفل او بونجور، يعني سامعينك وقول لنا ايه اخر الاخبار عندك طبعا للفرق واخبار النادي الاهلي الاخيره اللي معاكي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة طبعا حابة أضم صوتي لصوتكم يا نهواندو يا كريم، وأبارك للمعجزة هانا جودة وأيضا النجم محمد البيالي بعد تحقيقهم للمركز الأول في البطولة الإفريقية، يعني عملوا طبعا جيم كبير جدا في الجيم النهائي وبنتمنى لهم مزيد من التألق. خلونا بقى نروح نبدأ أخبارنا للنهاردة ونبدأ بسيدات كرة اليد. سيدات كرة اليد بيوصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة، المباراة القادمة طبعا هتكون يوم السبت أمام الزمالك، وده ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري. المباراة هتكون الساعة 6 مساء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الأمير عبدالله الفيصل. يعني طبعا هم بيستعدوا بشكل قوي جدا، مباريات الزمالك بتكون ليها طابع خاص، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة اليد إن شاء الله يقدروا يحققوا الفوز. كمان رجال كرة اليد أيضا بيواصلوا استعداداتهم للموسم الجديد، بداية الموسم هتكون يعني بداية قوية، والسوبر المصري هتكون أمام سبورتينج والزمالك يوم 11 و12 تسعة، يعني خلاص باقي أيام قليلة جدا على المواجهات دي. وخليني كمان أطلع بقى حضراتكم عن مواجهات رجال كرة اليد للموسم الجديد. بداية الدوري هيكون يوم 16 و17 تسعة، هيكون عندهم مباراتين كل أسبوع، وبعد كده بقى هيبداوا بطوله افريقيا واللي هتقام في تونس يوم 30 تسعة، وهيكون عندهم ايضا في نص شهر 10 بالتحديد يوم 17 10 بطوله سوبر جلوب واللي بتقام في السعوديه. يعني زي ما انتم شايفين بدايه الموسم هتكون حافله بالمباريات المهمه، بنتمنى لهم كل التوفيق. استكمالا بقى للحديث عن كرة اليد، منتخبنا الوطني لكرة اليد مواليد 2004 قدر يتوج ببطولة افريقيا، ده طبعا بعد الحقيقة اكتساحه لمنتخب رواندا بنتيجة 51 29. حقيقة ان هم عملوا بطولة كبيرة جدا، جميع اللاعبين تألقوا، وطبعا كان معاهم نصور النادي الاهلي، رباعي النادي الاهلي لاعب محمد صلاح، بلال ابراهيم، يوسف عبد الغني، ومعاذ عزب. طبعا ببارك لهم وببارك لمنتخبنا الوطني وان شاء الله مزيد من البطولات والإنجازات. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة النهاردة عندهم مباراة ودية أمام فريق الصيد، مباراة هتكون هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء، ده طبعا بقى استعدادا للموسم الجديد واللي هيبدأ ببطولة منطقة القاهرة. يعني بطولة منطقة القاهرة هتبدأ يوم 20 تسعة، ومواجهة النادي الأهلي هتكون بالتحديد يوم 21 تسعة، هتكون أمام فريق مدينة نصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أخيرا بقى رجال كرة السلة أيضا بيواصلوا استعداداتهم للموسم الجديد، النهاردة هيكون عندهم مران الساعة 8 مساء. يعني يا نهواندو يا كريم زي ما احنا شايفين جميع الفرق الرياضية بتستعد بشكل قوي جدا للموسم الجديد، كالعادة عندهم هدف واحد هو التحقيق بجميع البطولات. يعني دي كانت أبرز أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مشكورك جدا على التغطية المتميزة منك هنا، شكرا ليكي جدا.